هنا الهارت موجود عندنا طبعا، لو حصل عملية بلوك هنا في الكورونري ارتري في الحالة ديت لازم اتدخل جراحيا. هتدخل جراحيا ازاي؟ المفروض ان انا في الاول خالص بعمل قسطرة، بدخل بالون وبعمل له انفليتنج بحيث ان انا اوسع الجزء اللي هو بلوك دوت. بعد كده المفروض ان انا ممكن اركب ستنت كمان او اركب دعامة زي ما بيسموها يعني. طبعا انا ممكن اعمل بروتكشن لنفسي من الاول باني باخد الاوميجا 3، او بعد ما بعمل القسطره ممكن ان انا اخد اوميجا 3، اودي المريض اللي موجود عندي اوميجا 3 بحيث ان يحصل يمنع الديبوزيشن مره ثانيه للبليكس او الاوكسيدايزد كوليسترول اللي احنا كلنا بنعمله ده. البالون اهو بيعمل انفليتنج للبالون اللي موجود عندنا، فبيوسع اصلا منطقه الضيق اللي موجوده عندنا. بعد كده المفروض بيدخل برضو الواير الموجود عندي بالبالون وبيدخل معاه ستنت، هنشوف الكلام دوت كله. بعد كده بيعمل انفليتنج للبالون، هبص الاقي الستنت طبعا اهوت، ادي الواير ادي البالون وادي الستنت، هيبدا يعمل انفليتنج، فهبص الاقي الستنت الموجود عندنا بتنفرد او بتفتح، وبالتالي طبعا بتفتح لي المنطقه اللي كانت مسدوده زي ما احنا شايفين هنا في الارتري او في الكورونري ارتري موجود عندنا. طبعا بيشد مره تانية الواير يطلعه بره جسم المريض اللي موجود عندنا ويدخلها من الفيمورال ارتري عشان نكون عارفين يعني. دي بالنسبه للاوميجا 3، وقلنا ان الاوميجا 3 فاتي اسيدز افضل من الاوميجا 6 في حالات الكورونري هارت ديزيز، لان الاوميجا 3 الميتابوليكس بتاعتها بتبقى عباره عن يوسفول ايكوزونايدز، يعني يوسفول بروستاجلاندز مثلا، انما الاوميجا 6 بتبقى هارمفول بروستاجلاندز. بنيجي بعد كده بالنسبه لاخر حاجه موجوده عندنا، حاجه اسمها سودو تيروسين، وده نوع من انواع اصلا الفينوليك دايتربينويدال كومباوند، يعني انا لو عديت اصلا الكربون اتوم هلاقيهم 20 كربون اتوم، هلاقي موجود عندنا هنا في داي فينوليك جروبس. طبعا احنا فاكرين، لو احنا فاكرين يا جماعه الباراسيتامول وفاكرين اسيتايل ساليسيليك اسيد، كل الفينولز بصفه عامه من الكاركترز بتاعتها او الفينوليك كومباوندز بصفه عامه من الكاركترز بتاعتها انها تعتبر انتي انفلاماتوري. ليه؟ لا انتي انفلاماتوري لانها تعمل انهبيشن للكوكس 1 والكوكس 2 بصفه عامه. الكوكس 1 والكوكس 2 ده من الكاركترز بتاعته هنشوف دلوقتي ان هو بيدخل له الفاتي اسيد زي الاراكيدونيك اسيد يحوله لبروستاجلاندنز هارمفول، وبالتالي البروستاجلاندنز اللي موجوده عندنا دي من الحاجات اللي هي تعتبر البين نيورو ترانسميترز، وبالتالي هحس بألم لو اتحول الفري فاتي اسيد اللي موجود عندنا في السيل ممبرين اتحول لبروستاجلاندنز. هنشوف الميكانيزم دلوقتي. السودو تيروسين ايه من الكاركترز بتاعته؟ ان هو بيوقف لي تحويل الفري فاتي اسيدز ثرو الكوكس 1 او الكوكس 2 انتو هارمفول كومباوندز. الميكانيزم هنشوفه دلوقتي. لو انا مثلا اتعرضت لاي تروما او خبطه او اي حاجه في جلدي او في جسمي، هبص الاقي موجود عندنا طبعا بيبدا يحصل ليبريشن لفاتي اسيدز. هنشوف ده اتخبطت مثلا او حصل تروما او حصل جرح او حصل اي حاجه، يبدا يحصل ليبريشن لفري فاتي اسيدز زي الاراكيدونيك اسيد مثلا. هيبدا الاراكيدونيك اسيد اللي موجود عندنا منتظر الانزيم اللي هو الكوكس 2 او الكوكس 1. كوكس 2 من الكاركترز بتاعته ان هو بياخد الاراكيدونيك اسيد ويحوله لبروستاجلاندنز هارمفول. البروستاجلاندنز اللي موجوده عندنا ديت من الكاركترز بتاعتها ان هي تعتبر نيورو ترانسميترز، هتدخل على النيورونز هتبدا طبعا تعمل يعني بولاريزيشن دي بولاريزيشن، وبالتالي هيبدا يحصل عمليه بين ترانسميشن ويوصل للبرين فوق في المخ. وصل طبعا للبرين اللي موجود عندنا في المخ، هبدا يقول لي والله ده في خبطه في ضربه في الم في جرح موجود في جلدك او في جسمك زي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا هنا اهو هنا بيقول لي ده انت موجود عندك هنا في بين موجود في المكان المعين او في الايد اليمين او في الايد الشمال. طب لو انا هنا جبت كومباوندز، الكومباوندز الموجوده عندنا زي مثلا السودو تيروسين دي، وجه عمل بلوك للكوكس 2 او عمل ان اكتيفيشن للكوكس 2، يبقى مؤكد في الحاله ديت ان هنا لما الفري فاتي اسيد تيجي عشان يشتغل عليها الكوكس 2 مش هيقدر يشتغل، مش هيقدر يشتغل ومش هيقدر يحولها لبروستاجلاندنز، وبالتالي طبعا مش هيبقى فيه اي بين سنسيشن
وهو ده اللي بيشتغل بيه اصلا السودوتيروسين ايه، وده من الكومباوندز اللي ابروفد النهارده في استراليا وبدا يتباع في السكين انفلاميشن، عشان نكون عارفين كانتي انفلاماتوري، اي تروما اي جرح اي التهاب في الجلد ده النهارده من الحاجات اللي بتستخدم في السكين انفلاميشن، لانه بيعمل انهيبيشن للكوكس 1 والكوكس 2. وده كان الكومباوند دوت اتفصل من حاجه اسمها سودو تيرو جورجيا اليازابيثي. يعني احنا مش مطالبين برضو بالجينس ولا السبيشيز، ولكن نوع من انواع السوفت كورال زي ما احنا شايفين كده، او بيسموه المرجانيات الرخوه. ده كان الكومباوند ده ابروفد السنه دي خلاص في استراليا، الانفلاميشن انتي انفلاماتوري في السكين ديزيزز بصفه عامه. شكرا.